السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم سهام. سعيدة جدا بلقياكم من جديد حبيباتي، وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية. خلطة اليوم هي خلطة رائعة جدا لإزالة شعر الوجه، خصوصا شعر الشنب وشعر الذقن. من أول استخدام ستظهر لك النتيجة لتحصلي على وجه خالي من الشعر في قمة الأنوثة والجمال. فكل امرأة تريد أن تكون جميلة وناعمة وأيضا سلسة بدون أي شعر على الوجه، ومع ذلك عندما ينمو الشعر الزائد على الرقبة والذقن أو أعلى الشفاه والخدين أو الجبين في بعض الأحيان يسبب التوتر وفقدان الثقة بالنفس للكثير من النساء. والسبب الرئيسي لنمو الشعر الزائد على الوجه هو التغيرات في مستويات الهرمونات في الجسم، عدم انتظام الدورة الشهرية وبعض الأدوية، وأيضا التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل. وخلطة اليوم لإزالة شعر الوجه بدون عناء سهلة جدا. قبل أن نمر لمكوناتها عزيزتي، أتمنى منكم أن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو. أما إذا كنتم تزورون القناة لأول مرة فأهلا وسهلا بكم معنا. يمكنكم الانضمام إلى القناة عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو، مع تفعيل الجرس الصغير بجانبه لكي يصلكم كل جديد من الخلطات المجربة والمضمونة. خلطة إزالة شعر الوجه لليوم تتكون من بياض بيضة واحدة ومن الشوفان المطحون أيضا. فبياض البيض هو عنصر جيد للغاية، من شأنه أن يساعد على إزالة شعر الوجه خصوصا إذا تم مزجه بالشوفان أو بدقيق الشوفان، فهذا الأخير أيضا يساعد على تقشير الوجه. والدعك دائما مفيد في إزالة الشعر، والشوفان أيضا من مضادات الأكسدة القادرة على تقليل الإحمرار وحماية البشرة من أشعة الشمس الفوق البنفسجية، لذلك فهو يساعد في التخلص من شعر الوجه الغير مرغوب فيه بدون أن يسبب أي تهيج أو إحمرار. ولتحضير خلطة إزالة شعر الوجه لليوم سنأخذ إناء مناسب ونضع به بياض بيضة واحدة، ثم نضع عليها مقدار 5 ملاعق صغيرة من الشوفان المطحون أو دقيق الشوفان. نمزج العنصرين جيدا إلى أن يتجانسا ونحصل على عجين متماسك بهذا القوام الموضح في الفيديو، ثم نقوم بتطبيق خلطة إزالة شعر الوجه هذه على كل أماكن الشعر بالوجه، فوق الشفتين، الخدين، الرقبة، أي مكان تعانين من الشعر الزائد به. ثم نترك خلطة التخلص من شعر الوجه إلى أن تجف ونزيلها بواسطة فوطة بعكس اتجاه نمو الشعر. وملاحظة مهمة، لا نترك الوجه إلى أن يجف تماما، بل نزيل الخلطة وهي مبللة بعض الشيء لكي يسهل علينا إزالتها فقط بالفوطة النظيفة. بعد ذلك نغسل وجهنا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. خلطة إزالة شعر الوجه هذه خلطة رائعة جدا، تستخدم 3 مرات بالأسبوع. جربوها فقط لتصدقوا النتيجة، فهي مجربة وفعالة 100%. وبالمداومة سيختفي كل الشعر بالوجه لتحصلي على وجه رائع ذو ملمس حريري. أتمنى أن تستفيدوا من خلطة التخلص من شعر الوجه لليوم. لا تنسوا حبيبتي أن تتركوا لي آراءكم وأيضا اقتراحاتكم بالتعليقات، سأكون جد سعيدة بقراءتها والإجابة عن جميع تساؤلاتكم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في خلطة قادمة بإذن الله.